الحمد لله على هذا الاستفاقه، لان كما كتشوف واحد المرحله فراغ اللي مرينا بها في واحد المباراتين، خصوصا ديال مباراه سلا اللي ما كانش مسموح لنا اننا نهزمو. والحمد لله اليوم كنحيي اللاعبين على القتاليه ديالهم في الشوط الثاني وعلى الكره اللي لعبوا في الشوط الاول، لان اول مره اللاعبين لعبنا فرضنا اللاعب ديالنا في الشوط الاول، والشوط الثاني كان خصنا نقلبوا على النتيجه اكثر. كما شفتوا تقريبا واحد اكثر من 75 دقيقه وحنا في الثلث ديال الفريق بن قرير اللي خلقنا مشاكل كثيره، والحمد لله 4 ساعات الاخرى كما شفتوا كانوا دي شونجمون اللي درتهم كانوا ما خصني نديرهم، لان كان شويه ديال العياء في بعض اللاعبين. والحمد لله على هذه النتيجه هذه، ونتمنوا ان شاء الله نكملوا في هذا لافاز اليب بالعشرينات ان شاء الله. بور لانستو دابا راه هما الدراري كيديروا في لاكريوثيرابي، كيديروا في الثلج. غدا ان شاء الله نشوف، كنظن بان ما غتكونش شي حاجه صعيبه، ماشي غير كوميا، كاين كوميا وكاين رشيد وكاين حكيمي. اذا نتمنى ان شاء الله نستشفوا اقرب وقت ممكن ان شاء الله باش يرجعوا لنا الفريق ان شاء الله. حتى هو دابا هذا هو لو بروبليم، كيما واحد النهار راه كاين اللي ما عجبتهمش، قلت لهم راه عندي لعبه بحال البيض، راه بصح راه كان خصك تحافظ عليهم في لافريشور. انت غير كيكثروا لي ماتش وكنطلعوا شويه في لانتونسيتي تيتولي هذا المشكل ديال سيرتو ميسكولير، راه عندهم دي بليسيغ ميسكولير. دونك حنا كنجيريو هذا الجروب، ونتمنى ان شاء الله كما قلت لكم نكملوا بالعشرينات في المرتبه الاعلى ان شاء الله. لان راك شتي تقريبا رغم الهزيمه ضد فريق جمعيه سلا كانت نفس المجموعه. انا ما كنقولش ما كنقسم اللاعبين اخرين، ولكن يلا هذيك تقريبا بلوز او موان ليكيب تيب اللي كاينه دابا. بالنسبه عرفتش كتهضر لي على الميركاتو، اول حاجه بعدا خصني نشوف واش كاين شي ليتيج، لان لو في حاله ما كانت ليتيج الاولمبيك خرويرا ما عندهمش الحق يديروا في دي ريكروتمون. دونك انا هضرت مع السيد الرئيس مع الاخوان ديال المكتب على اساس ندير واحد الاجتماع هذا الاسبوع هذا، وغنعطيهم الخصاص فين كاين، لان وتا في الخصاص ما خصكش تغلط في انتدابات، لان خصك يكون عندك دي ريكروتمون سيبلي في لي بوست اللي خصك، وانتم كلكم عارفين شنو الخصاص فين كاين في اولمبيك خريبه. اذا نتمنى ان شاء الله يكون عندنا حق اولا اننا نديروا هاد الانتدابات، وانتدابات خصها تكون بعقلانيه وتكون ما حذاري وحذارين نغلطوا، لان ما غنجيبش اللاعب ديال لو تيست، خصني نجيب ان اللاعب اللي يعطيني ان بلوس، ما عنديش اللاعب اللي غندير ليه نشوفوا كي داير، خصني اللاعب كنعرفوا نجيبوا ندخلوا يلعب. هذا هو، لان راكم عارفين الخصاص هاد اللاعبين مشكورين كلهم انهم عاطين لي هذا، ولكن خص لي يعاونهم، راه ما كنقولش انا خاص بانهم راهم ضعاف، خصنا اللي يعاون هذا. ونتمنى ان شاء الله النقطة مهمة هي ان كاين اللي كيتكلم مع الاولمبيك خرج على الصعود، انا راه ما غنبيعش الوهم للجمهور وما نغلطش الجمهور، راه كنلعب مباراة وغندير الجهد ديالي كله مع اللاعبين لاساس، ولكن راه الصعود راه عنده مقومات ديالو، عنده لان الصعود خصك تربح النقاط في الدورات الاولى، تما فين كيكونوا الفرق باقيين ما جامعينش راسهم كما تيقولوا، كيكون الفريق باقي يلا بادي كتحاول تجمع بعض النقاط. حنا العكس اللي طرا، الفريق اولمبيك خرج ما جمعش النقاط في الاول، عاد كنحاولوا نجمعوا. انا كنلعب لو مانتيان باش ما نكذبش على الناس، باش نقول لهم انا غنلعب جهدي غنديروا، اللاعبين غيديروا الماكسيموم ديالهم، ولا الى كتاب، الا ما كتبش راه هذا هو شي سؤال. شكرا لكم، مرحبا.